ميرين بيوتي تعلن إعجابها بغاز ملوانة. شاهدوا المزيد من التفاصيل. صدمت نارين بيوتي الجميع وقامت بوضع لايك على بوست غيت ملوان، وهذه الحركة من نارين أثارت استغراب الجميع، لأن نارين بيوتي من فترة طويلة لم تقم بوضع لايك على بوست غيت، وبهذه الحركة أكدت نارين بيوتي علاقتها بغيت. رأيكم بخصوص هذا الخبر؟ صباح الخير. سو الأيام الجاية حيكون في إشياء أول مربع منها، تمام؟ واحدة من هذول هني شغلتين، واحدة من هذول الأشياء حول اليوم وحسافر يعني بنفس الوقت، بس على بلد كتير كده نفسي سافر له من زمان، وبلد عربية. شو قاعدة على الإضاءة منشان قاعدة على الإضاءة منشان الأرض، قاعدة على الأرض منشان الإضاءة. التويبي بمزح، أنت عملت لي إياه، ف يا شعراتي طولانين و I feel nauseous, believe me. Never had a lot of shit come easy. Had to work hard, struggle just to be me. Had to rise up just so they could see me. Did